بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه ببارك لاخوات الجزائريين على التعادل النهارده 2-2 قدام بوركينا فاسو والصعود للتصفيات القادمه من تصفيات كاس العالم قطر 2022. واه ببارك لك على التعادل، واه محتاجين نتكلم مع بعض كده ونفهم انتوا ليه حاطين كل الضغط النفسي الرهيب ده على المنتخب الجزائري. يا جماعه ما يبقاش عندنا حاجه حلوه نتفنن ان احنا ندمرها ونتفنن ان احنا نبوظها. المنتخب الجزائري النسخه الحاليه بيقدم كره جميله، بيقدم سلسله انتصارات، بيقدم الجمهور الجزائري بيحب يشوفه جوه الملعب، روح وقتال وعزيمه. ليه مطلوب من المنتخب الجزائري كل مباراه ان هو لازم يعمل سكور؟ ليه مطلوب من المنتخب الجزائري ان هو دلوقتي بعد ما يسجل الهدف الاول نكمل ونجيب الثاني والثالث والرابع والخامس؟ الحاجه اللي المنتخب الجزائري كان عاطيها لك قبل كده عن طيب خاطر وعن حماس للعيبه، دلوقتي بقى مجبرين ان هم يعملوها. يعني النتائج الكبيره اللي كان المنتخب الجزائري بيعملها كانت حاجه غير طبيعيه، انما انت تطلب من منتخب جزائري كل مباراه ان هو لازم كل مباراه ينزلها يعمل سكور، دي حاجه مش طبيعيه، دي حاجه بتدي شحن معنوي على الفريق بطريقه عكسيه، دي حاجه بتضر المنتخب اكتر ما بتفيد المنتخب. يعني النهارده كلنا شفنا ان المنتخب الجزائري كله كان بره الجيم، المنتخب كله كان بره الجيم، مفيش حد في المنتخب الجزائري كان مركز في الملعب خالص. الفرقه كلها كانت مركزه على ان هي عايز ترضي المدرجات. المدرجات عايزه ايه؟ عايزه سكور. ليه؟ عشان خاطر المدرب بتاع بوركينا فاسو استفزنا. طب ما تسيبه استفزنا، ما تسيبه. هو اي حد بيقول اي تصريح لازم ترد عليه ان انت تديله سكور؟ سيبه. انت تستفاد النهارده في الملعب ازاي كمنتخب جزائري؟ انك تطلع صاعد. اطلع صاعد ازاي؟ تعادل، مكسب، حتى لو خساره بهدف، المهم تطلع صاعد. لا طبعا موضوع الخساره ده ما كانش موجود النهارده، بس انا بديك مثال. انت تطلع صعب وخلاص، انما فكره ان انا لا انا لازم اديله على عينه عشان خاطر استفزني، الكلام ده مش موجود في الكوره. الكلام ده ما بقاش موجود في الكوره. الكلام اللي انت بتعمله ده ضغط على المنتخب الجزائري، حاجه هتضرك مش حاجه هتفيدك. اتمنى ان انتوا يا جماعه ما تتفننوش ان انتوا تدمروا منتخب ماشي بخطه ثابته. اتمنى ان انتوا تقفوا وتدعموا الفريق وتقفوا وتهدوا الناس شويه وتقول لهم يا جماعه نستمتع، نقدم كرة جميلة. مش مطلوب مننا خالص ان احنا لازم نكسر السلسلة بتاعة المنتخب الايطالي، لان منتخب ايطاليا لما كسر السلسلة بعدها مش عارف يصعد كاس عالم دلوقتي ويروح يلعب ملحق، علشان خاطر بونوتشي جابها صريحة كده، قالك بعد الفوز باليورو خلاص وبعد ما عملنا سلسلة انتصارات كبيرة جدا خلاص مبقاش عندنا شغف. اتمنى ما توصلوش المنتخب الجزائري لمرحلة ان هو ما يبقاش عنده شغف، ما يبقاش عنده حماس وروح ان هو يقدم في الملعب كره جميله، وان انت لا انت لازم تقدم كره جميله بسكور. اتمنى انك ما تحطوش كل الضغط الرهيب ده على الفريق وعلى اللعيبه. اتمنى تستمتعوا بالصعود للتصفيات القادمه لكاس العالم، حتى لو كان الاستمتاع ده عن طريق انك تعادلت النهارده قدام بوركينا فاسو. اتمنى ان احنا نقعد نفكر كده ونحسبها بالعقل، علشان خاطر الموضوع مش مستاهل مننا اكتر من ان احنا ننبسط بالنتيجه الايجابيه اللي حصلت النهارده. صعبه؟ اعتقد ان هي سهله. لو عجبك بقى الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل سبسكرايب مع ديسلايك محترم كده. اما في الحالتين ما نشتمش في الكومنتات عشان الموضوع مش مستاهل خالص.